الصراف. خلينا نصور. حمص، ما ظهر الإنشاءات. هذا الجدار فاصل بين الحيين، لقد لتقطيع أفصال المدينة. حائط اسمنتي على امتداد الحي باو حمر كامل لقطع الحيط عن حي الإنشاءات. الجدار بعد اقتحام الحي لمدة 50 يوم. وهذا أيضا نفس الجدار الذي يمتد على مدار الحي كامل.
بتاريخ 2/4/2012. هذه أول مرة نستطيع الوصول إلى هذه الأماكن.